تسمع حكاية شعب ضحى عشان بلد ورايتها طول العمر مش ممكن تمين. مصر اللي حبها جوا 100 مليون ولد، ده احنا اللي يجي علينا يبقى نهار وليل. يا كفاية اللي يغلط يغلط فيه، مش هنقعد بقى نطبطب ونحسس. كفاية احنا زهقنا من المواضيع دي خلاص. احترمني احترمك، انما اللي يحصل في السودان هناك ده من الجزائريين ده غير مقبول بالمره. مش يقدر يمس اهاميك، لا ده احنا مصريين، ده اكيد شرف ليا، ده اكيد شرف ليا. على الراس علماء ورموز للناس وحضاره ليها اساس في عجائب الدنيا. وده مين يقدر يمسها؟ مين؟ لا ده احنا مصريين، ده اكيد شرف ليا. ان كرامة المصريين من كرامة مصر، ومصر لا تتهاون عن يسيء لكرامة أبنائها.